كويدات ديالي، مساء النور ومساء الخير ومساء التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كل شيء هاني؟ واش عنا انتي صبحت واقفه؟ كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كل شيء بخير؟ صباحكم مبروك بالصحه والسلامه ولهنا، وباش ما كتمناو يا رب العالمين. واللي بغى شي حاجه في هذا الصباح الله يسهل عليه فيها، واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. جيت اخوتي اليوم كي فقت ياك، قلت اول حاجه غندير غنمشي ندير سبا وندير مساج على داك الخبر اللي قالت لي انا. هذا فرحني وصبحت ناشطه مع راسي، ناشطه ماشطه ياك. وقلت انا نهضر معكم شي شويه. اولا اخوتي والله العظيم الا تنشكركم بزاف بزاف بزاف، وتنشكر البنات والامهات اللي فرحوا، والشباب حتى هما الدراري كيتابعونا اللي قالوا لي اختي حريوده الف مبروك، والله يكمل عليكم بالخير والله يسهل على كل واحد. قلتوا لي الف مبروك لندى. تنتوما العقبه لكم اللي ما مجوجاش الله يسهل عليها، واللي ما حاملاش الله يسهل عليها ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم، واللي حامله الله يفك حيلها. وكل واحد الصراحه في هاد الدنيا اللي كيطلب شي حاجه الله يسهل عليه فيها والله يعطيها ليه. صراحه في هاد الدنيا اللي كيطلب شي حاجه الله يسهل عليه فيها والله يعطيها ليه. ايوا المنكوشه ديالي دابا راها في نهارها. قالت لي كماما اجي عندنا. علاش اجي اختي؟ قال لك صاوبي ليا الرفيسه، حيت الرفيسه ديال الخميسات كنصاوبوها حنا بالحرشه. الناس كتعرف غير المرشوش ولا التريد، كيصاوبوه غير بالمسمن بالملوي، ولكن حنا خميسات معروفين بالرفيسه، يعني كنطيبوا الدجاج والبلول بوحدو والحرشه بوحدها، وكتجي واحد الرفيسه ما نقولش لكم يا سلام غزاله، خصوصا من يد حريوده. قلت ليها صافي واخا. قلت انا بعدا نضرب بواحد التحميمه ايوا وندير المساج العظيماتي ايوا، عاد نشوف فوقاش غنمشي عند نادا باش ندير واحد الكساعه ونجمعو عليها. ايوا اختي خليت لكم الراحه وتنعمق عليكم الورد. يلا كنموت فيكم، خليتها تنسالي. ويدات ديالي صباح النور وصباح الرزق وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي هاني؟ كلشي مزيان؟ شوفوا دينا جايبه ليا الجاكيطه كيشتي، راه كل صباح وصباحو غالبا راه الصباح في الصبا دابا اليوم. جينا اخوتي نديرو كونترول ديال السكر كما كتعرفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا مع قرب رمضان خاصنا نشوفوا اللي لينا واللي علينا. بيد الصراحة حريودة واحد الخوافة ما مناش وخليت هاي الواحد مرة مزيان يدير كونترول صحته. هي راه الصراحة كل 3 شهور كيخصنا نديرو خزان. درت كبيدات ديال الخزان ودرت ديال الكوليسترول. هذيك المرة كنت درت تحاليل ديال كلشي، اللهم لك الحمد خرج كلشي مزيان الحمد لله. ومن بعد ما كان كبيضه كبيره. لاباس عليك؟ الله يحفظك لالي اختك. عاد جيت سولت فيك عاد دابا جاكيت مامي قالت لي. كما قلت لكم الكبيدات خليوني نمشي بعدا نخلص، وعاد باش نجي نتقابل معاكم الكبيدات بحيث باقي ما فطرت. نتحط انا وياكم واحد البريريد باش نهضروا ونتنشواو عليكم. كنموت عليكم. الكبيدات ديالي من بعد ما خرجت من المختبر، راكو عارفين كبيدات كنديرو هذاك بلا فطور، وانا اصلا كنتعطل شويه في النعاس. ايوا الكبيدات من بعد كما قلت لكم اخوتي درت كونترول على السكر وعلى الكوليسترول، حيت هذيك المره كنت درت تحاليل على كل شيء الحمد لله خرج كل زوين اللهم لك الحمد. ايوا دابا اخوتي جيت دابا راه دابا 12 دابا عاد غنفطر انا. ايوا قلت حيدوا لي هاد شويه ديال الدم مقوت قلبي، نضرب شويه بولفاف وشويه القلب والطيحان على ديك القطيره اللي خرجوا مني ديال الدم. ودي على حريوده وخلاص.
ايوا خوتي ديالي اجيو تاكلوا معايا. يصاوب لي واحد البريريت ديالها تاي الشيبه مسحر على حق وطريقه. اليوم بعدا الحمد لله الجو زوين، ما كايناش الشتا والحال بعدا الحمد لله. ايوا خوتي دابا ان شاء الله ملي غناخذ التحاليل غنمشي عند واحد الدكتوره هنايا نشوف ربما تبدل لي الدواء ربما هاد. عرفتي خوتي نقول لكم واحد القضيه والله تنضحككم. دابا انا من نهار فاش كنت في قنيطره الى عقلتو عامين هادي فاش كنت دوزت عند الدكتوره نجوى وهذا وخرجت لي الدواء غير بشويه غير بشويه وهذا وخرجت لي الدواء غير بشويه غير بشويه دينا غير بشويه دابا تكفي على حوايجك شوفوا دينا قلت لكم اخوتي والله العظيم الى عامين هادي ملي دوزت لي ديك الدكتوره وكانت خرجت لي الدواء وكان عندي ديك الساعه في الخزان 13 في الخزان وباقا كنشرب انا هذاك الدواء ليومينا هذا سكر ديك المره شي 3 شهور هادي. دابا فاش درت الخزان لقاو عندي 7 الحمد لله والشكر لله هبط وانا باقا كنستعمل نفس الدواء اللي عطاتني الدكتوره عامين هادي وفي زعما ما نقصت حتى حاجه. ايوا الصراحه واليوم قلت دابا مع قرب رمضان ان شاء الله باذن الله راه نضربوا الفقد في راسنا نبقاو حاضين على الدوران وعلى الطفيح حتى شي نهار نشد الركنه. ايوا خوتي دابا غنفطر ياك. ايوا بعد نمشي عند الدكتوره ونسمع شنو تقول لي ربما تبدل لي الدواء ربما تنقص لي الدواء وصافي. اما من ناحيه ديال الصيام الكبيدات انا قادره نصوم ما كنحس حتى بشي حاجه والله العظيم الكبيدات شتي هذوك الاعراض اللي كيقولوا الناس ديال السكر وقسم بالله انا ما فيا ما كنشرب بزاف ما كنمشي للطواليت بزاف بحالي بحال عادي والله الا الكبيدات ديالي على الكومونتير ديالكم الزوينه اللي الصراحه كتدخل القلب وحريوده اصلا حتى هي كتقول لكم الكلام كيخرج من القلب كيدخل لكم القلب. وتحياتي الجاليه المغربيه اللي كتكتب تقول لي حريوده انا يا راه تنتفرج فيك وكنتسناك فوقاش تحطي تنقول لكم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير وبفضل ديال الله وبفضلكم نتوما باش بنادم كيوصل لهاد الشيء والحمد لله والشكر لله. خليكم معايا ما تمشيو فين وتنحماق عليكم. يلا كانت في واحد الحبوبه صغيره نمت انا قشرتها تنقلب عليها. ايوا خوتي وقيلا كنقول غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ولا اليوم في العشيه نمشي عند ندى راه عيطات عليا قالت لي ماما عطاك اجي دير لي الرفيسه. ايوا قلت لها واخا ايوا والله يسهل عليكم على اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. والدركه مبروكه من الصباح حتى لدروكه. قول لهم دينا السلام. قول لهم جوتيم بوكو شنو تشربي اتاي؟ ما قال لي السلعه اللي ما تشبه ماليها حرام حتى بنتي مدمنه ديال اتاي متفيكم. كويدات ديالي من بعد ما ساليت راكم شفتو اما كاين اخويا غضرب هنا وضرب لهيه. ايوا دابا انا عاد جيت عند الدكتوره جبت التحاليل ديالي الكويدات لقيت اخوتي التحاليل ديال السكر طالعين حريوده ما كدير ريجيم ما كدير سبور ما كدير حتى حاجه عاطياها غير الماكله والنعاس والدوران في الطوموبيل والله العظيم. ايوا عاد جيت عند الدكتوره هنايا انا دابا كنتسنى هي عاد جات عبروا لي الطونسيون لقاو الطونسيون مزيان عندي 12 الميزان عندي زوين قال لك مزيان الوزن ديالك كي الطول ديالك هو هذاك. ايوا قالت لي دخلي تعطيك الدروس الحسنيه الدكتوره قالت لك حريوده اش هاد الشيء ما كديري ريجيم ما كديري رياضه ما حتى شي حاجه. قالت لك السكر راه صعيب واخا بنادم تيقول لك حكا راه ما تنحس بوالو ولا حكا ما فيا والو ولكن هو راه صعيب بنادم قد ما دار اتونسيون مزيان. قالت لي واش كديري لونطريمون وقلت لي السيده ما كندير لا لونطريمون ما والو معايا شتا تفيقي حريوده. قلت لها ما تنفيق حتى ل 12 معايا شتا تفطري تنفطر 12 ونص. قالت لي فينا الدواء اللي غتشربي مع الصباح قلت لها انا عندي غير الدواء في الصباح صافي وحتى الليل عاد كنشرب واحد الباستيه صغيره هادشي اللي كاين. ايوا قالت لي دخلي قالت لي فوقاش ما شتيش الطبيبه قلت لها عامين هادي. قالت لي تبارك الله تبارك الله صلى النبي عامين ما شتيش الطبيبه وعامين وانت كتشربي هاد الدواء هذا
وقلت لها هادشي اللي كاين. كر سبعة دابا هاد المره هادي لقيت تقريبا غادي العشرة في الخزان. وهاد الايام هادي ملي تنحسيت براسي عطيت لاطاك في الزميطه مع العسل في الصباح. وكيما قلت لكم ما كاين لا لونطريم ولا لا مارش لا والو. ملي كيصبح الصباح وانا مجبده كنصاوب ما غناكل صافي كنخرج بالطوموبيل ندور. من بعد كنجي كنتجفد صافي. هادشي اللي كاين. قالت لي هذاك الشيء ما كيسلك شهري. ودا قالت لي خاصك اولا تبقاي تفيقي مع العشرة العشرة ونص الى درتي 11 باش يلا تفطري تشربي الدواء ديالك. وانت قالت لي الصباح عندك الدواء ما كتشربيش حتى الوحده ونص الجوج. اش من دواء هذاك؟ ايوا قلت لها ودي غسكتي انت كتشوفي. وواحد الدواء ديال السكر مع هاد لي فاسيت اللي دايره انا وقيله قلت انا والله اعلم. انا عاد غنطلع ثاني راه شديت رونديفو الفوق ديال طبيب السنان عاد نطلع عند نشوف شنو غايقول لي. هاد الدواء اللي كنشرب الكبيدات مع هاد الشيء اللي درت مع هاد لي فاسيت اللي درت ما جاش معايا. كل شهرين خاصني نبقى نغسل سناني كيجيهم واحد الكحوله من التحت كل شهرين. دابا عاد نطلع عند الطبيب نشوف خاص شي حل. ما يمكنش اما الطبيبه تبدل لي الدواء اما هو يعطيني شي دواء اللي يكون كونتاكت مع هذاك الدواء اللي كنشرب باش ما تبقاش تجيني الكحوله في السنان ديالي. ايوا اختي هادشي اللي كاين. وخليت لكم حل. ما يمكنش اما الطبيبه تبدل لي الدواء اما هو يعطيني شي دواء اللي يكون كونتاكت مع هذاك الدواء اللي كنشرب باش ما تبقاش تجيني الكحوله في السنان ديالي. ايوا اختي هادشي اللي كاين. وخليت لكم الراحه. قال لي جاتي العروسه تفرح ما لقات لهاش مطرح هي ديالي. ايوا ندخلو نشوفو الدروس الحسنيه شنو غتقول ليا. غتخاصم عليا شي شويه حيت ضروري هادي اوبليجي. هي غتخاصم عليا على مصلحتي ماشي على شي حاجه على مصلحتي. وخصنا انا خصني نتبع هذاك الشيء اللي كتقول ليا على مصلحة ديالي وعلى الصحه ديالي. وصافي من بعد نطلع ثاني الفوق ونشوف شنو غايقول ليا. وهذاك الشيء اللي قال ليا الكبيدات غندوز نشري الا كانوا شي ساشيات كان شي حاجه. وغنغسل ثاني السنان ديالي باش ما تبقاش هذيك الحليه. ها هي هنا لتحت كتجيني الكحوله. ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات. وخليت لكم الراحه وتنحماق عليكم وتنقول لكم شكرا لكم بزاف وتنموت عليكم. وتحياتي من المغرب لجميع الدول كنموت عليكم. الكبيدات ديالي وهاد النهار عندي اختي منين حليت عيني وانا من لابوراتوار للطبيبه من الطبيبه للطبيب. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو حال الدنيا واللي بغى يتهلا في راسه. دابا الكبيدات انا ساليت من الطبيبه ديال السكر قالت لي حمد خاصك كما قلت لكم خاص الرياضه وخاص الريجيم غير نقص السكر البيضاء وندير ريجيم نظام غذائي نديرو لراسي. ايوا صافي. وانا طلعت دابا هنا عند الدكتور ها هو غير انا غندخل دابا ان شاء الله. راه عنده واحد السيد غيسالي غندخل صافي الكبيدات وغيغسل لي السنينات ديالي ثاني. هما راه بدات هذيك الكحوله ها هي شتيها. قال لك من الدواء ديال السكر هو اللي ما جاش معايا على ود انا دايره هادو ما جاش معايا الحمد لله. ايوا دابا الكبيدات غندخل عنده باش يغسل لي هاد السنينات ويبردهم ويردهم كيقشقشوا. ايوا خليكم معايا تنحماق عليكم نموت فيكم.